انطلاقة شوطنا الحادي عشر، نتابع وإياكم انطلاقة جديدة. وشوطنا الحادي عشر يحمل من أيضا أشواط البكار، والمسافة هي 6 كيلومترات. نتابع الانطلاقة والمقدمة مع المركز الأول ومع سيادة. مرحبا بسيادة وبمالك سيادة، صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل هنا في مقدمة هذا الشوط، وبانطلاقة سيادة على المركز الأول، بينما النقلة على المركز الثاني، ومن تصن جمايل لمحمد بن مذكر بن مسفر القرشي على المركز الثاني، والتدخل في هذه اللحظات من اللي تدخلت هناك أمجاد لحمد بن محمد بن صالح الراشدي غيرت على المركز الثاني مباشرة. المركز الثالث القرشي، المركز الرابع في هذه اللحظات من الجانب الأيمن هناك نتابع صاحب المركز الثالث هناك هذه اللحظات أو المركز الرابع. هنا تصلنا نتابع صاحبة المركز الرابع اللي هي سلطانة لسالم بن عامر بن راشد المدوشي على المركز الرابع. المركز الخامس نتابع في هذه اللحظات، ومن تصلنا شعار صايد الرموز على المركز الخامس في هذه اللحظات. شعار صايد الرموز على خامس المراكز في هذه اللحظات متابع وإياكم. ونعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول ومقدمة هذا الشوط وانطلاقة هذا الشوط، مع أيضا هناك اللي نتابعها سيادة على المركز الأول لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل على المقدمة وعلى المركز الأول منطلقة ومندفعة في هذا الشوط. هنا نتابعها بهذا الأداء والتميز مع المركز الأول لأيضا سيادة بالمقدمة وبقيادة صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت على المركز الأول، بينما المركز الثاني ومن تصن على المركز الثاني في هذه اللحظات نتابعها هناك أيضا اللي هي أمجاد لحمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي على المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث تصلنا هناك أيضا جمايل محمد بن مذكر بن مسفر القرشي هنا في هذه اللحظات، وقدوم أبناء المملكة العربية السعودية وهنا بهذا الانطلاق مع المركز الثالث. المركز الرابع نتابع سلطانة لسالم بن عامر المدهوشي مع المركز الرابع في هذه اللحظات منطلقة ومندفعة مع المركز الرابع. هناك أيضا صاحبة المركز الخامس، نتابع صاحبة المركز الخامس بشعار صايد الرموز هنا في هذه اللحظات، غانم بن منصور أسيب الخياري هناك أيضا في هذا الأداء والتميز مع خامس المراكز منطلقة ومندفعة هناك مع المركز الخامس. هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى. هنا نتابع وإياكم في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق، ولكن بنعود إلى الصدارة وإلى المركز الأول في هذه اللحظات. نتابع المقدمة والصدارة منطلقة ومندفعة هناك. هنا في هذه اللحظات نعود إلى مقدمة الشوط وإلى سيادة. سيادة لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل على المركز الأول منطلقة على المقدمة في هذه اللحظات منذ انطلاقة هذا الشوط بالمركز الأول وفي الصدارة. نتابعها هنا مع المركز الأول لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل هنا في هذه اللحظات في هذا الانطلاق والاندفاع، بينما المركز الثاني جمايل القرشي جمايل على المركز الثاني هنا في هذه اللحظات منطلقة ومندفعة مع ثاني المراكز. هنا نتابعها بهذا الانطلاق والاندفاع كما شاهدنا بلشة اللي أتتنا قبل قليل وأتت وصيفة لأحد الأشواط هناك في هذه اللحظات. نتابع هنا جمايل ولكن يرصدون اللي تسللت بدورها سلطانة لسالم بن عامر المدهوشي يغير مباشرة إلى مقدمة الشوط منطلق ومندفع مع اللي غيرت سلطانة على المركز الأول في المقدمة في هذه اللحظات. نتابعها على المقدمة وعلى المركز الأول.
المركز الثاني، نتابع هناك المركز الثاني اللي وصلت جمايل اللي أيضا مالكها جمايل لمحمد بن مذكر بن مسفر القرشي على المركز الثاني. المركز الثالث سيادة لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل على المركز الثالث. المركز الرابع هناك القدوم من أمجاد لحمد بن محمد بن صالح بن بخيت الراشدي. المركز الخامس في هذه اللحظات نتابع هنا صاحبة المركز الخامس وأول ندى، أول ندى لجوبة لفرج بن حمد بن علي العوض قادما مع جوبة اللي غيرت هذه اللحظات مباشرة على المركز الرابع منطلقة ومندفعة. هناك اسم جديد يتدخل في هذه اللحظات من بلشة لعلي بن سالم بن محمد بن سعيد الوهيبي، غيرت على المركز الخامس في هذه اللحظات انطلاق واندفاع. أسماء جديدة بدأت بالظهور في هذه اللحظات، ولكن بنعود إلى المقدمة، بنعود إلى الصدارة، إلى المدهوشي مع سلطانة. يا سلام يا المدهوشي، يا المدهوشي على المركز الأول، يا سالم يا بن عامر، يا المدهوشي مع المركز الأول والمقدمة والصدارة هنا في هذا الاندفاع. ولكن أرى سيادة، سيادة يا سلام يا سلام يا سيادة بهذا الأداء مع المركز الثاني لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل على المركز الثاني منطلقة وأيضا مندفعة. مع المركز الثاني تنطلق وتغير وتستعيد حقوقها المنهوبة مع مقدمة الشوط، ويا سلام مع هذا الأداء. وفيصل بن صالح أيضا يتابعها هنا أيضا ويراقبها. ولكن المركز الثالث نتابع هنا بن عوض مع جوبة فرج بن حمد بن علي آل عوض أيضا على المركز الثالث. المركز الرابع من الجانب الأيمن هناك جمايل محمد بن مذكر القرشي. المركز الخامس أول ندى أيضا لأمواج لعلي بن مبارك محمد الجهويل. ركزوا مع أمواج، أمواج في رصيدها أيضا إنجازات اللي على المركز الخامس. ولكن بنعود إلى المقدمة وإلى سيادة، سيادة يا سيادة، سيادة على المركز الأول أيضا متسيدة على مجريات هذا الشوط مع بوابة الكيلو، مع بوابة الكيلو يا أبو فيصل، يا أبو فيصل يا سلام يا سلام. منطلقة سيادة مع المركز الأول والمقدمة. المركز الثاني جوبة، جوبة على المركز الثاني فرج بن حمد العوض. المركز الثالث هنا نتابع القدوم من متعبة راشد بن حزام بن راشد الزعبي. المركز الرابع قدوم آخر في هذه اللحظات هنا قدوم من بلشة مبارك محمد بن زايد المطوع الخيارين. أمواج على المركز الخامس هناك بشعار بن جويل. ولكن نعود إلى سيادة، سيادة والسبعمية 600 متر أخير هنا مع المقدمة وسيادة. يا سلام يا سيادة، يا سلام يا سيادة على المركز الأول صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل، بن عقيل مع المركز الأول ومع المقدمة. نتابع سيادة، سيادة. ولكن هناك أيضا قدوم من بلشة، بلشة على المركز الثاني هنا المبارك محمد بن زايد المطوع الخيارين. ولكن الله يا الأمتار، يا الأمتار الحساسة، متعبة على المركز الثالث راشد بن حزام الزعبي. ولا سيادة، سيادة 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 على المركز الأول مع الميتين متر الأخيرة هنا سيادة، سيادة. سلام يا ابن عقيل، سلام سلام أيضا صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت. تهانينا، تهانينا لك يا فيصل بن صالح على هذا الفوز وهذا الناموس. تهانينا، تهانينا والناموس على فوز سيادة في هذا الشوط. تهانينا على هذا الإنجاز هنا مع سيادة لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل النابت بينه من المركز الثاني. المركز الثاني وصلت بلشة المبارك محمد بن زايد المطوع الخيارين. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت متعبة لراشد بن حزام الزعبي. المركز الرابع، المركز الرابع جوبة فرج بن حمد بن علي العوض البريص. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت الشرود لصالح بن مبارك بن راشد الجربوعي. شاهدتم معنا سيادة، تهانينا والناموس لصالح بن مسلم بن طالب بن عقيل على هذا الفوز وهذا الناموس المستحق. تتابعونها أمامكم، والتهنئة والصلاة خاصة أيضا لفيصل بن صالح على هذا الناموس. 9:26 68 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لمالك سيادة صالح بن مسلم بن طالب بن عقيل. المركز الثاني وصلت بلشة توقيتها 9:27 40 جزء من الثانية. تهانينا لمبارك محمد بن زايد المطوع الخيارين، والتهنئة والصلاة لبن شافي أيضا في عملية التضمير. بينما وصل على المركز الثالث من وصلتنا هناك متعبة توقيتها 9:27 74 جزء من الثانية. تهانينا والناموس أيضا لمالك متعبة راشد بن حزام بن راشد.